مرحبا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي لمادة التاريخ. درسنا اليوم يتحدث عن الغساسنة، وهو الدرس الرابع من الوحدة الرابعة. إذن سنتكلم أعزائي الطلبة في درسنا اليوم عن أصول الغساسنة ومن أين جاءوا، ثم نتحدث عن علاقتهم مع دولة الروم القوية، وأيضا سنبحث في الطبقات الاجتماعية لدى الغساسنة، وأيضا الجانب العسكري عند الغساسنة، بالإضافة إلى نظام الحكم كيف كان، وما هي أبرز أعمال الغساسنة، وما هي حضارة الغساسنة، وعلى ماذا قامت، وآخرا المجال التجاري. إذن أعزائي الطلبة، الغساسنة هم أصلهم من قبائل الأزد القحطانية. أصل الغساسنة من قبائل الأزد القحطانية. طبعا جاءوا من اليمن في شبه الجزيرة العربية، وذلك بسبب الظروف الطبيعية، وبعد انهيار سد مأرب جاءوا من اليمن واستقروا في الشام، وبالتحديد في منطقة تدعى منطقة غسان. طبعا سبب التسمية، سميوا بالغساسنة نسبة إلى نقطة الالتقاء التي قامت فيها مملكتهم وتدعى غسان. طبعا هم ينتمون إلى مجموعة من القبائل، تم توحيد هذه القبائل وعرفت باسم مملكة الغساسنة. لدينا المؤسس، مؤسس دولة الغساسنة يدعى جفنة بن عمرو. إذا مؤسس دولة الغساسنة هو جفنة بن عمرو. إذا بالنسبة لدولة الغساسنة، هم جاءوا من منطقة اليمن في شبه الجزيرة العربية، وذلك بعد انهيار سد مأرب، واستقروا في منطقة قرب نقطة ماء تدعى غسان، لذلك سميوا بالغساسنة. المؤسس الحقيقي هو جفن بن عمرو. لدينا العاصمة، تدعى عاصمة الجابية، عاصمة الغساسنة. إذا عاصمتهم تسمى الجابية. طبعا أشهر ملوكهم هو جبلة بن الحارث، هو جبلة بن الحارث أشهر ملوكهم، على الرغم أنه لم يكن الملك الأول، لكن من أشهر ملوكهم هو جبلة بن الحارث، الذي استطاع توسيع مملكة الغساسنة على حساب الممالك العربية الأخرى. إذا من أشهر ملوكهم هو جبلة بن الحارث. بعد أن تعرفنا على أصول الغساسنة، سنرى الآن كيف كانت علاقتهم مع الروم. علاقتهم مع الروم تميزت، العلاقة بين الغساسنة والروم كانت قائمة على أساس الدفاع المشترك. فمصلحة الروم كانوا من مصلحتهم أن يكون الغساسنة في صفهم، ومن مصلحة الغساسنة أيضا كان يجب أن يكون الروم في مصلحتهم، لسببين. السبب الأول أن في حماية الغساسنة للروم حماية الحدود الشرقية. إذا حماية الحدود الشرقية للروم. إذا عند تحالف الغساسنة مع الروم ستضمن الروم حماية الحدود الشرقية للروم. السبب الثاني، عند تحالف الغساسنة مع الروم سيضمن للروم عدم تحالف الغساسنة مع الفرس، حيث أنذاك كانت الفرس في عداوة تاريخية مع الروم. إذا يضمن للروم، يضمن للروم عدم تحالف الغساسنة مع الفرس وضمانهم على الحياد. إذن هدفين رئيسيين كان من وراء تحالف الغساسنة مع الروم، هو حماية الحدود الشرقية للروم، بالإضافة إلى أن الروم تضمن عدم تحالف الغساسنة مع الفرس. من الجهة الثانية، كان الغساسنة أيضا يستفيدون من هذه العلاقة الجيدة مع الروم، حيث أنهم استفادوا من توسيع مملكتهم على حساب قبائل العربية من خلال الدعم الذي كانت تتلقاه من قبل الروم. إذن الروم كانوا يمدون الغساسنة بالدعم اللازم من أجل السيطرة على بقية القبائل العربية، بالإضافة إلى أن الغساسنة عندما كانوا يحمون الحدود الشرقية للروم كان يعود إليهم بنفع مالي، حيث أن الروم كانوا يرسلون إليهم المنح المالية والمكافآت السنوية وجراء حماية الحدود الشرقية للروم. إذن العلاقة كانت بين الغساسنة والروم قائمة على معاهدة الدفاع المشترك، يعني كل طرف يدافع عن الثاني في حالة الحرب، فكان الروم له الاستفادة وأيضا الغساسنة لهم الاستفادة الأخرى. الآن سنرى ما هي الحياة الاجتماعية.
الحياة الاجتماعية بالنسبة للغساسنة كانت مقسمة على ثلاث طبقات. إذا يوجد لدينا ثلاث طبقات في الحياة الاجتماعية. ثلاث طبقات موجودة في الحياة الاجتماعية. الطبقة الأولى وهي الطبقة الحاكمة. لدينا الطبقة الحاكمة وهي تمثل الحاكم الذي يحكم أو الشيخ أو أعوانه. إذا تمثل الحاكم أو الشيخ أو أعوانه. الطبقة الثانية وهي فئة الأسر، وهي تمثل فئة البطون، يعني مثل سابقا كان هناك قبائل فهي تؤلف الأسر أو البطون. الفئة الثالثة وهي الفئة العامة، تمثل عامة الشعب. الفئة العامة وهي تمثل عامة الشعب. إذا الفئة الثالثة وهي تمثل عامة الشعب. إذا كان لدينا ثلاث طبقات في المجتمع الغساسني، وهي الفئة الحاكمة والفئة الأسر والفئة العامة. لدينا الآن الجانب العسكري. بالنسبة للجانب العسكري لدى الغساسنة كان الجانب العسكري مهم جدا، فكلمة عسكر أو معسكر تدل على الاتحاد أو على الشعب. إذا كلمة العسكر أو معسكر تدل على الشعب أو الاتحاد، فلا يجوز للملك أو الحاكم اتخاذ أي قرار قبل استشارة مجلس الشورى إذا كان ذلك في وقت السلم أو وقت الحرب، فكان ضروريا على الحاكم أن يستشير بمجلس الشورى. إذا بالنسبة للجانب العسكري كانت كلمة المعسكر مرادفا للشعب، وكانوا دائما يستعين بنظام الشورى من أجل اتخاذ قراره قبل إدارة الحروب. إذا كان يستعين بنظام الشورى. يعني استنتج من هالكلام أنه الملك اللي كان يستلم الحكم لم يكن قراره فردي، بل كان قائما على أخذ مجموعة من الآراء. طبعا أبرز الأعمال اللي قاموا بها الغساسنة قاموا بأعمال كبيرة جدا، فمن أبرز أعمالهم فقد عملوا بالزراعة. طبعا السبب اللي خلى الزراعة تزدهر في عهد الغساسنة هو وجود المياه التي كانت تنحدر من هضبة حوران اللي موجودة في أعلى الجبال. إذا عملوا بالزراعة. طبعا استفادوا من المياه التي تنزل من هضبة حوران في أعلى الجبال. طبعا بعد عملهم بالزراعة شهدت أيضا تطورا مهما جدا في عهد الغساسنة نتيجة ازدهار الزراعة. لدينا الآن الفقرة التالية وهي حضارة الغساسنة. فقد شهدت الغساسنة حضارة مزدهرة جدا نتيجة سيطرتها ونتيجة مساعدة الروم لها. إذا لدينا الآن حضارة الغساسنة. تعتبر حضارة الغساسنة مهمة جدا، وذلك نتيجة للعلاقات القوية التي كانت تربطها مع الروم التي ساعدها على الاستقرار. فتأثرت حضارة الغساسنة بالحضارة الساسانية والبيزنطينية. فظهر لدينا العديد من القصور والعديد من الأبراج. يوجد لدينا مثلا قصر المشتل، ظهر في زمن الغساسنة قصر المشتل، ويوجد لدينا أيضا قلعة القسطل. هاي كانت من أبرز حضارات الغساسنة. طبعا اللغة التي كان يتكلم بها ويتحدثون بها هي اللغة العربية، كانوا يتكلمون باللغة العربية. إذا بالنسبة لحضارة الغساسنة نتيجة الاستقرار الذي ازدهرت به حضارة الغساسنة نتيجة علاقتهم مع الروم، فقد كانت مزيجة حضارتهم بين الساسانية والبيزنطيين، فاشتهرت في عهدهم القصور والأبراج والقلاع، منها قصر المشتل وقلعة القسطل. لدينا الآن الفقرة الأخيرة في درسنا اليوم وهي المجال التجاري. فكانت التجارة متطورة جدا في عهد الغساسنة، فكانت التجارة تقسم إلى قسمين، تجارة داخلية ضمن مملكة الغساسنة وتجارة خارجية. إذا لدينا تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الداخلية كانت هي عبارة عن تجارة الحبوب، تجارة الحبوب والأقمشة، عبارة عن تجارة الحبوب والأقمشة. التجارة الخارجية كانت قائمة بين الهند والصين، كانوا يتاجرون بالخارج عن طريق ما دولتي الهند والصين. إذا التجارة الداخلية
الحبوب والأقمشة. التجارة الخارجية كانت مع دول الصين والهند. إذن بهذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم وهو عن الغساسنة. راح نعمل مراجعة صغيرة جدا لدرسنا اليوم. تكلمنا عن الغساسنة ورأينا أنهم ينتمون إلى أصول الأزد القحطانية. سبب التسماية أنهم استقروا في مكان في بلاد الشام وقرب ما يدعى غسان، لذلك سميوا بالغساسنة. المؤسس الحقيقي هو جفنة بن عمرو، هو مؤسس دولة الغساسنة. عاصمتهم كانت الجابية، ومن أشهر ملوكهم هو جبلة بن الحارث. طبعا علاقاتهم مع الروم كانت علاقة قوية، وكانت قائمة على أساس الدفاع المشترك، فكانت الروم تساعد الغساسنة، وبالمقابل أيضا هم يساعدون الروم، وذلك من أجل تحقيق هدفين: الأول هو حماية الحدود الشرقية للروم، وبذلك يضمن الروم عدم تحالف الغساسنة مع الفرس وهو العدو ضد الروم. رأينا أيضا الحياة الاجتماعية تنقسم إلى ثلاث طبقات: الطبقة الأولى الحاكمة، الثانية الأسر، الثالثة العامة. رأينا أن الجانب العسكري، أن كلمة عسكر أو معسكر هي مرادفة للشعب أو الاتحاد. طبعا النظام الحكم كانوا دائما يستعين الملك بالشورى، فلم يكن حكمه فردي. أعماله عملوا بالزراعة نتيجة المياه الوفيرة التي كانت تفق من هضبة حوران اللي موجودة في أعلى الجبل. طبعا حضارتهم كانت قائمة على مزيج بين الساسانيين والبيزنطيين، فبنوا العديد من القصور والقلاع مثل قصر المشتل وقلعة القسطل. المجال التجاري كان لديهم تجارتين داخلية وخارجية. الداخلية هي الحبوب والأقمشة، والخارجية كانت مع دول الصين والهند. وبذلك نكون أنهينا درسنا اليوم وهو الغساسنة.